كيف صدقتوا أنه هالمجرمين رح يطلبوا زواج كلياني بهالطريقة هاي؟ يا فهمانين، هدول مجرمين وما بهمهم الزواج بنوب، صدقوني. هدول بس بدهم أنهم يحققوا هدفهم، وأنا قلت لهم يعملوا كل هذا الشيء. هن عملوا الزواج بناء على حكي أنا. ومامتا ساعدتني لحتى خلي كلياني تكون ملكي، وحتى شرط الزواج وكل الفوضى هاي اللي صارت بالبيت، كل شيء عملوه مثل ما قلت لهم بالحرف الواحد. كل هاد ملهار لحتى تصير كلياني لألي، وهلأ ما رح خلي كلياني تبعد عني لأني بحبها كتير وما فيني عيش بلاها. كلياني بس كلياني خلص، اهدي اهدي انت، ليكي طلعي فيني. شو قلتي كلياني؟ خلصت من هالحكي الفاضي تبعك؟ بعد ما حكيت وعملت كل هالتصرفات السيئة، انت بعدك واقف على رجليك هلأ بس لأنك رفيق كلياني، وصدقني لولا هيك كان الوضع مختلف. قبل ما عصب وموتك من الضرب بتدور ظهرك وبتطلع من هون، وما عاد بدي شوفك هون أبدا. وأوعك تطلع على كلياني مرة تانية، وإلا رح يكون في حكي تاني، فهمت؟ كلياني. جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجانا وبجودة عالية.